أخمد عناصر إطفاء هيئة تطهير الغاب بريف حماة حريقا طال الأشجار والأعشاب في منطقة جورين، وتم عملية الإطفاء بشكل يدوي وبالمضخات الظهرية والضاغطة الحراجية التي تؤازر فرق الحرائق وإطفاءها لتعذر وصول الآليات بسبب وعرة الطريق. طبعا تم ابلاغنا عن الحريق حوالي امبارح حوالي الساعة 5:30، اندلع من جانب الطريق. الساعة 6:45 تقريبا دخلت فرق الإطفاء عنا والإطفائيات. الحمد لله رغم عورة المنطقة والكثافة الحراجية مكننا من السيطرة عليه بالتعاون مع وحدات الجيش ومع فرقة إطفاء الحفي ومديرية زراعة حماة والدفاع المدني. التعامل كان بشكل يدوي وبالمضخات الظهرية وبالأدوات اليدوية. يعني الضابطة الحراجية بيأزر فرق الحرائق وبيشتغل معهم بإطفاء الحرائق يدا بيد، يعني بالإضافة هون كمان بالحريق الدفاع المدني، المجتمع المحلي، قوات الجيش العربي السوري، فرق الحرائق. تم السيطرة على الحريق بسرعة وتخفيض في الأضرار قدر الإمكان. اندلاع الحريق الساعة 5:30 المساء. كانت سرعة الرياح قوي جدا بالبداية، ما قدرنا نتعامل معه بشكل مزبوط بسبب سرعة الرياح، بس الحمد لله شاركت اطفائيات اللاذقية حماة. بلغنا بالحريق فورا، توجهنا على الحريق وطلعنا عليها وشايف حالك انه طفيناها الحريق والحمد لله. تابعين لهيئة تطوير الغاب؟ نعم تابعين لهيئة تطوير الغاب. تم السيطرة على الحريق كله ان شاء الله. يعني منطقة وعرة السيارات ما بتوصل لل لا والله بتوصل، حتى الخراطيم المنمدة احيانا ما يتفجروا الخراطيم. القرى هون الله يعطيهم الف عافية. كانوا هني بفعل عمال حرائق من الدرجة الممتازة، يعني خلال أقل من 3 دقائق كانت أغلب القرية موجودة في الموقع مع فرق الأطفال.